الخوف هو شعور مزعج بان في تهديد ما في شكل مخاطر هو ما بيقدرش ان هو يتجاوزها، بتوصل الى مستوى ان هي تبقى عامله زي الهرم الرابع اللي هو ما يقدرش يعديه. هو مات من الخوف عشان ده اللي عقله خلقه، فهو مات من الخوف. مخي بيصور لي انه انا شخص تافه وغبي، مخي بيعذبني. الناس بتخاف من الحاجه اللي مش شايفاها، شيء ايديولوجي قوي. ان الشخص يبقى مصدق انه في خطر على حياته